المجلة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه. بيشرفنا ويسعدنا النهارده انه يكون معانا الدكتور سيد غزاله، استشاري الجراحه والتجميل. اهلا وسهلا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا. المجله النهارده شكلها مختلف شويه، فيها موضوعات كتير مهمه تهم ناس كتير. نشوف مجلتنا ونشوف الغلاف بتاع المجله النهارده في ايه. كلامنا عن التجميل، وعملية التجميل بدأت تنتشر بكثرة اليومين دول، وبقت الأخبار تتداول الصحف والجرائد بشكل مستمر. فنشوف غلاف مجلتنا معانا في قصة. كان في عامل مطافي كان حصل له حادثة ووشه اتحرق، وعملوا له عملية تجميل، اللي هو صورته ده على الشاشة زي ما احنا شايفين. تمام. الراجل ده عامل مطافي وكان حصل له اصابه اثناء انقاذ حد ووشه اتحرق خالص. ايه قصته بالظبط؟ هنعرفها جوه. تمام. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن الجراحه التجميليه في افتتاحيه مجلتنا، ونقول الافتتاحيه بتاعتنا الجراحه التجميليه هي عمليه اختياريه يتم خلالها تغيير او تحسين في جزء من وجهك او الجسم. اذا كنت تفكر في الجراحه التجميليه كامر تجميلي فقط، تذكر ان الامر ليس كوضع المكياج وازالته ابدا. فهناك دائما مخاطره في دخول غرف العمليات، فلا تعرض نفسك للجراحه ما لم تكن لامر ضروري، وتاكد من انك تعرف ما تسعى اليه قبل ان تقرر. فالطبيعه دائما لها جمالها الخاص. ان اجراء جراحه التجميل لمظهر الشخص العادي فقط لاجل التغيير امر غير منصوح به. كما يقول بروفيسور سايمون كاي، استشاري جراحة التجميل وعضو الجمعية البريطانية للبلاستيك التمميه والجراحة التجميلية، إذا ولد شخص ما مع أنف كبير بحيث لا يزال الأمر عاديا ولكنه يشعر برغبة بتغيير، فهنا نتكلم عن التعرض غير المنصوح به لعمليات التجميل. إن الجراحة التجميلية لتغيير مظهرك تحمل نفس المخاطر مثل أي عملية جراحية أخرى، ومن المهم أن تفكر جيدا قبل أن تقرر ما الذي ستبدو عليه، وتأكد فيما إذا كانت الجراحة التجميلية مناسبة لك. يعني المفروض اللي يعملش عمليه تجميل غير مش هيغير في شكله، هو يعني حاجه اتولد بيها كده مش هيغيرها. احنا معلوماتنا غير كده عن التجميل. هو المعلومات غير كده طبعا، انما هو في حدود. يعني هو يقصد ان لازم يبقى كل حاجه في حدود، مش معنى ان هو كل بني ادم هيقعد يدور ايه اللي اتخلق بيه مش عاجبه علشان هو عاوز يغيره، او هو شايف ان يبقى احسن لو غير ده. فمش معقوله ان كل الناس هتدور على ده. وبقصة كبيرة، يعني الأنف كبير عاوز يصغره قوي، أو الخدود صغيرة عاوز ينفخها جدا، أو عاوز تنفخها جدا، العينين ضيقة عاوز يوسعها جدا. هو يمكن ده ياخدنا بقى، هل هي عملية التجميل هي المفروض إن إمتى أكون باختياري إن أنا أختار أعمل دي، وإمتى بيكون اضطراري؟ الاضطراري لما تكون حاجة غيرت الطبيعة اللي أنا اتولدت بيها أو اللي اتخلقت بيها. يعني حرق، حادثة غير من الشكل، جراحة غيرت من الشكل، ممكن أنا هنا من حقي أن أنا أدور على أن أنا أرجع لطبيعتي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني بيها. دي اضطرارية ومهمة جدا، حتى عشان أنا نفسيا وعشان الناس اللي بتبص لي. لكن المفروض أن احنا نحاول بقدر الإمكان نقتنع باللي ربنا، نرضى باللي ربنا اسمه هو شكلي كده، ونحاول نتكيف معاه الا في اضيق الحدود. اذا كانت حاجه ملفته للنظر قوي، او حس الناس هتعطف عليه هتضايقه، او شكله مش مقبول شويتين، يبقى في الحاله دي اوكي. طيب احنا مجلتنا نشوف شخصيه العدد النهارده في مجلتنا ايه. معانا شخصيه العدد النهارده الطبيب اولفي هنري دو فرهان، المصنف على رأس قائمة أفضل 10 أطباء عالميين في مجال التجميل المختصين بشد الوجه والعينين، ومن عائلة أرستقراطية بلجيكية الأصل، ولد وعاش في فرنسا، متخصص في جراحة ترميم وتجميل الوجه. يشتهر بكونه طبيب النجوم والمشاهير، وفلسفته الطبية هي الحصول على نتيجة طبيعية
بعيدا عن مظهر الوجه المبالغ فيه الخالي من التعابير. يعتمد في أسلوبه على الجراحة التقليدية، واعتقد أن الأسلوب والمهارة أهم من أي معدات وتكنولوجيا، ويشدد على المظهر الطبيعي، وهذا ما يجعله أشهر جراح تجميل في العالم، صاحب سر التوصل إلى نتيجة طبيعية في كل مرة يجري بها عملية تجميل جراحية وغير جراحية. يؤمن بالتحسين ويرفض التغيير في الشكل، واعتقد أن الطب يتناقض مع المعجزات، ولا وجود لطبيب على وجه المعمورة اللي هي الأرض يعني باستطاعته تحقيق المعجزات، إنما من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بطريقة طبيعية بعيدا عن المظهر المتجمد الخالي من التعبير. طبعا الطبيب اسمه شهير بالنسبة لنا، بس بيلفت نظرنا هنا برضو نفس الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها، هو يؤمن بالتحسين ويرفض التغيير في الشكل. طب في ناس شكلها كتير مش عاجبها، ما هو حضرتك مهما انت حاولت مع حد او عملت معاه الا انه في الاخر برضو لازم يقول لك بس لو كان، ما هو محدش عاجبه شكله بالزبط. دلوقتي اللي مناخيره كبيرة عايز يصغرها شوية، حتى لو لما بعد ما بنعمل اي عملية لاي حد بقول لك بس لو كان اكتر شوية تمام، لو كان اقل شوية، هو في الاخر الشكل حتى اللي هو بيبقى طالبه بيبقى لسه مش مقتنع بيه، هو من الاول مش مقتنع بيه، انما هو حس ان ده احسن فبيعمله، بنوصل له بيرجع يقول لو كان كمان كذا. تلاقي دايما معظم اللي بيعملوا عمليات بعد فترة عاوز يعمل حاجة تانية، حتى لو في جزء تاني من الوجه او في جزء تاني من الجسم، اللي هو خلاص اتعود ان هو نفسه يغير كل طبيعته وكل شكله. طبعا التغيرات الجذرية او الكبيرة بتضيع تعبيرات كتيرة من الوجه، يعني لو حبينا نشد الوجه بطريقة مبالغ فيها التعبيرات الطبيعية بتروح. بس هو حقيقي فعلا دلوقتي بتعمل عمليات زي ما بنشوف، يمكن الحاجات دي تاخدنا اتعملت خيال علمي كتير قبل كده، واحد بيغير شكله تماما كل تفاصيل شكله، الكلام ده بيتعمل فعلا دلوقتي؟ ممكن يتعمل، انما في التعبيرات الوجه بقى انك انت بتشد عضلات ما بتعرفش تشتغل، ما بتشتغلش العضلات دي، ما بتوصلش اللي عليه ربنا فاكيد ما بتوصلش، بتلاقي زي ما بني ادم ماسك فيس، ما انتش ملاحظ اي تعبيرات ليه، فدي طبعا صعبه. طيب هو احنا موضوعنا النهارده، موضوع عدد مجلتنا كان بيتكلم عن رجل الاطفاء الامريكي تمام، اللي كان صورته على الغلاف مظبوط، نشوف ايه حكايته ونستكمل حديثنا سوا. اتفضل. زراعه وجه كامل لرجل اطفاء امريكي. اعلن مركز لانجون الطبي التابع لجامعه نيويورك ان رجل اطفاء متطوعا من الميسيسيبي كان وجهه قد احترق عن اخره اثناء انقاذ اشخاص في حريق، اجريت له عمليه جراحيه لزرع وجهه بالكامل، وبعد جراحه استغرقت 26 ساعه جرت في المركز الطبي بنيويورك في اغسطس الماضي. يعيش رجل اطفاء باتريك هاردسون 41 عاما بوجه ديفيد روديل 26 عاما، وهو متسابق دراجات من بروكلين، اعلنت وفاته سريريا بعد حادث الدراجه. اللي عرفناه ان الراجل ده عامل مطافي اثناء انقاذ احد الاشخاص، وشه كله اتحرق تمام، عملوا عمليه 26 ساعه، مش 26 ساعه تمام. رقم كبير جدا، خد وش واحد تاني تمام. الكلام ده لحد من فتره ده كان خيال، فهو ما زال خيال ولا ده بيتعمل على ارض الواقع دلوقتي؟ لا، هو حضرتك الحاله اتعملت فعلا وجابوا صورها وفيديوهات ليها، وطبعا الحاله لما نيجي نقول مستحيله صعب ان احنا نقول مستحيله. ليه؟ هو إلا إيه المشكلة عندنا في أي زرع أي أورجان أو عضو في الجسم، وهيبقى زيها الوجه، الأوعية الدموية والأعصاب. أنا عندي تغذية للأنسجة اللي هتزرع ديت لازم تكون جيدة بما فيه الكفاية، بإن ما يحصلش فيها موت لبعض الأنسجة أو اللي بنقول عليه سلافنج، يبقى لازم يكون في جراحة ميكروسكوبية صح، توصيل الأوعية الدموية كل الشريان في مكانه، الأوردة في مكانها، بحيث يتم التغذية كاملة للمنطقة اللي اتزرعت. أنا في نقطة عايزين نوضح، احنا يمكن شفنا تمام. فيلم من الأفلام الشهيرة تمام، اللي هو فيس أوف، وكان كم تغيير الوش، هل هو دي المقصود بيها؟ يعني هما بيشيلوا وش بيقصوه كده زي ما شفنا؟ لا، هو مش بيقصوه الوش من قدام، هو بيبتدي يتعمل من الرقبة من الخلف والنص الرأس بالظبط من النص لغاية أعلى الجمجمة، ويتخلع الوش بالكامل. يعني هم بياخدوا ده كده
تمام كده؟ لا لا لا، ده بيتاخد لغايه فروه الراس كمان بتتاخد معاه، فروه الراس كلها ولغايه اخر الرقبه من الخلف ومن اللي هو الوش، الطبقه الخارجيه بتاعت الوش اللي فيها الطبقه الخارجيه كلها بالعضلات اللي فيها، بالاوعيه الدمويه اللي فيها، بالاعصاب. وطيب ايه اللي هنشتغل؟ احنا عاوزين الدم الداخل عن طريق الشرايين والخارج عن طريق الاورده يبقى واصل، يبقى كل الاوعيه الدمويه الصغيره اللي موجوده باحجامها من كلها صغيره او كبيره لازم تتوصل تاني في مكانها، الداخل والخارج يعني الشريان والاورده والوريد، لا الشرايين والاورده كلها، يبقى كده ضمننا تغذيه لكل الانسجه. طب الحركه، الحركه يبقى عن طريق العضلات تتحرك. طب يبقى هي العضلات هنا في الشخص اللي هو مثلا الرجل المطافي بتاعنا ده هتبقى متوافقه مع الشكل بتاع الوش التاني اللي اتاخد من التاني؟ لا ده هو حضرتك احنا بنتكلم الاول على ان انا باخد جزء بزرعه بالكامل، الشكل بقى هنخش فيه بعد كده. يعني الفكره ان انا حطيت له وش تاني مبدئيا، وش تاني مبدئيا. العضلات عشان تتحرك هتزرع فين؟ في البوق، في العظم. الجزء اللي هو واصل بالعظم بالواصل بالجلد ده هيتزرع. طيب ايه اللي هيحرك العضله؟ العصب. يبقى لازم العصب برضو يتزرع في مكانه، العصب اللي اتقطع من هنا وتقص طبعا بطريقه فنيه وتحت ميكروسكوب جراحي كويس، هم طبعا اكيد مجربين الكلام ده كتير على كلامهم ان في 150 واحد حضروا العمليه دي يعني. طبعا انا شفتها فعلا كان حدث عالمي يعني. طبعا توصلت الاعصاب وكل حاجه. طب اذا كان في جزء اوسع من جزء، طبعا زرعوا جزء في الانف، العظم اللي في الانف اعتقد انه كان متاكل تماما في المريض، اتزرع جزء مكانه. بعض الانسجه، بعض اعتقد الدعامات اتعملت في الخدود على اساس ان الوجه بتاع الشخص اللي اتزرع فيه يمكن كان اوسع شويه فاتزرع، فده اللي هو عشان يجيب لي الشكل اللي هو قريب. احنا كده نعدل في كل هذا، بتكلمه في مناخير وفي ودن كل شيء وعينين يعني. طبعا ده شكل يكاد يكون مختلف عن الاثنين بس شكل جديد، يعني ما بيبقاش تيبيكال زي اللي كان متاخد منه الوش بالظبط، متاخد منه الوش ولا اللي هو اتزرع له الوش بناء على الشد بقى وال بالظبط. انما طبعا الراجل بعد فتره من كان في الاول الجزء الوش متورم شويه مش باين والعينين مش باينه، بدا بعد كده الورم يختفي، بدا صوره شكل يبقى افضل، في الاخر بدا ان يبقى في شكل ابتسامه موجود. طب هما كانوا برضو في يقال في قصه رجل المطافي ان هو كان في مشكله في العين انه ما بيعرفش يغمض او يفتح، الموضوع ده استمر معاه فتره طويله بالظبط. طب العين دي بتعمل، انا مستغرب الموضوع يعني طب العين دي هتعمل يعني عضلات العين دي بيتم التعامل معاها برضو انها تفتح وتقفل بشكل طبيعي؟ العضلات الاساسيه اللي حوالين العين دي كانت موجوده في المريض نفسه، انما العضلات اللي هتحرك الجفون دي موجوده من المريض من المتوفي. وده بيتم معاها التعامل ازاي؟ دي بتتزرع، انت حضرتك بتزرع اي العضله في الاماكن اللي هي هتشتغل. تمام. العصب هيحركها ازاي؟ طبعا بعد كده بيحتاج تمرينات عشان يحرك، يبقى عارف ان ده بيتحرك ازاي، بتبقى فتره طويله. يعني الموضوع صعب جدا جدا، وان كان في طبعا على النت هتلاقي حضرتك ان في حالات قبل كده اتعملت وما كانتش بالقوه دي، بالقوه دي، انما في حالات كتيره اتعملت قبل كده. هتلاقي حضرتك التوب 5 اميزنج فيس ترانسبلانتيشن موجوده وشكلها برضو هايل يعني بعد ما اتعملت. ما هو كده معناها بقى كل حاجه بتتغير عادي يعني. ده غير وش كله، وش كامل. دي اول يعني لو عايز اغير جزء بيتغير الجزء. والكلام ده ما بيتمش ملاحظته بعد كده او بيتم؟ لا بيبان بس مع الشخص اللي هو هيدقق قوي او هيبقى فاهم ايه القصه. يمكن ده من التطور اللي حصل، الكلام ده كان خيال علمي من لحد من فتره قريبه. طبعا يعني كان موضوع بعيد جدا ان احنا بنتكلم في ان في وش كامل يتزرع بالظبط، لكن نقدر نقول ان ده فتح المجال للناس كتير في
مش هنقول بقى للناس اللي عايزه تغير شكلها، بنقول في الحاجات اللي هي في حالات الحوادث والكلام ده، بقى سهل دلوقتي اي حاجه ليها علاج؟ اكيد هيبقى يعني اكيد هيبقى في الموضوع ده، بس طبعا انتشاره عالميا هيبقى ايه، هيبقى رهن التكلفه، والتكلفه طبعا اكيد هتبقى مش عاليه، هتبقى خرافيه. وطبعا محتاجه تجهيزات، وحضرتك لو بصيت على غرف العمليات اللي كان بيتم فيها ازاي شكلها، وازاي التيم اللي شغال هنا واللي شغال هنا، اللي بيشيل الوجه بتاع المتوفي واللي بيشيل الوجه بتاع المريض التاني، وازاي يتنقل، وازاي توصيل الاوعيه الدمويه والاعصاب، دي مش حاجه بسيطه. احنا بننول للساده المشاهدين ان الارقام موجوده على الشاشه، اللي حابب يسالنا ونوجه لهم سؤال، هل تؤيد عمليات التجميل لتغيير الشكل ولا لا؟ الموضوع ده انتشر كتير يا دكتور دلوقتي، اكيد محدش عاجبه حاله، ده عايز يكبر وده عايز يصغر وده هنا. لكن يمكن كان من ضمن الحوادث الشهيره ان في بعض حوادث بتلاقي فيه الوش جاي هنا فيها تمام من فوق، الكلام ده بيتم تغييره بجزء تاني ولا هيبان؟ يعني بتبقى في حاجات بتيجي فجاه غلط في حادثه، في حاجه جابت الوش من فوق لتحت هنا، بيتم التعامل في الحاله دي ازاي؟ حضرتك لو في انسجه موجوده انت بتتعامل معاها، بتعامل معاها بتصلح، بتتصلح بقى الليزر مثلا، بتخيط مثلا، بتتصلح طبعا خياطه، بس الليزر ما بيصلحش، ما بيخيطش. وحضرتك احنا بنخيط، حضرتك بتمشي كل حاجه، لو مثلا عند العظم متكسر لازم يتصلح الاول العظم، ممكن يتحط دعامات، لو مثلا جزء من العظم طاير خالص بيتحط له دعامات علشان تدي نفس الشيب او الشكل. بتتحط شرايح ومسامير صغيره جدا جدا عشان تظبط الشكل. بعد كده حضرتك بيبتدي تشتغل على العضلات وعلى الجلد وعلى الانسجه اللي تحتيه، بحيث انك انت تجيب اقرب ما يمكن للحاله الاصليه او الطبيعيه بتاعت المريض نفسه. وفي اقبال للعمليات دي في مصر دلوقتي؟ طبعا اكيد في اقبال على ان اي حد عاوز يصلح الجزء. طبعا في اماكن بتبقى يعني عظمه منخسفه، ممكن دلوقتي بقت سهل انك انت تملاها بفيلر، تملى مكانها فيلر بعد ما الجرح ما بيخف خالص، انت بتشتغل عليه بتملى مكانه بفيلر لو واضح مكان فيه خسف عشان تظبط الشكل، عشان تظبط الشكل العالي. والحالات دي بتبقى شكلها حلو قوي بعد كده. لكن موضوع زراعه الوجه ده ما حصلش حاجه فيه في مصر هنا بالشكل ده؟ لا. يعني دي الحاله الوحيده اللي اتعملت ولا بدا دلوقتي الموضوع ده ينتشر؟ هو زراعات وجه كامل، زراعات وجه كامل دي بيقال ان دي اول مره، وان كان على حضرتك زي ما بقول لحضرتك في حالات على النت مذكوره او متصوره وشكلها معموله برضو كويس، بس مش بالحاله بتاعت المريض الاخراني ده. طيب استاذنك معانا اتصال ونستكمل حديثنا. اتفضل معانا الاستاذ محمد من القاهره. اتفضل يا استاذ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. انا بس كنت بسال على موضوع الاسعافات الاوليه لموضوع الحروق، يعني في ناس كانوا يقولوا لنا حط معجون اسنان لو حرق في ايدك او حاجه، ميه سخنه او زيت وقع على ايد الواحد، بنحط ايه الاسعاف اللي انا اعمله احسن؟ لان متهيألي الحاجات دي مش عمليه، موضوع ان احط معجون سنان واروح للمستشفى فاعرف بس ايه الاسعاف اللي انا اعمله عشان ما تتشوهش قوي، ولحد ما اعرف هيحصل ايه بعد كده. الدكتور سيد هيرد على حضرتك يا استاذ محمد، بنشكرك. فعلا ده سؤال من الاسئله المهمه جدا. هو اسهل حاجه تتحط التلج، يعني فكره معجون السنان دي مش، لا لا نحط تلج، هو ده اهم حاجه، او الميه الساقعه، بحيث ان احنا حضرتك بنمتص الحراره اللي موجوده في الانسجه عشان ما يحصلش تطور للحاله اكتر. يعني الاسعافات الاوليه الطبيعيه اي في حاله الحروق، ميه سخنه بقى، نار لا قدر الله، اي حاجه حط تلج مكانها، تلج مكانها او ميه ساقعه لو ما فيش تلج. وبعد كده حضرتك لازم نروح على طول على المستشفى ونشوف هنتدخل بالظبط. استاذن حضرتك نخرج فاصل ونستكمل حضرتك. فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين، فابقوا معنا. Thank you.
الصحة والجمال، لون جديد للحياة. حان الآن موعد آذان العشاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. الصحة والجمال، لون جديد للحياة. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى. دكتور سيد، بنرحب بحضرتك مره تانية. الله يخليك يا فندم. استكمالا لحديثنا، احنا اتكلمنا في موضوع زراعه الوجه. يمكن من الحاجات اللي منتشره دلوقتي زراعه الحواجب. جميل. هل احنا بننبه لو في اي حد من الساده المشاهدين حابب يسال اي حاجه يقدر يكلمنا، والارقام على الشاشه، والدكتور سيد يجاوبنا على كل تساؤلاتنا. الزراعات الحواجب والكلام ده بدأت تبقى منتشرة دلوقتي في مصر؟ مش على منتشرة، هي موجودة، إنما هو مين اللي هيلجأ ليها بالظبط؟ اللي هي يعني في الغالب تكون ست أو بنت وحواجبها طارت لسبب ما، سواء مرضي، بعض الأمراض بتطير الشعر خالص من الحواجب، أو ممكن تكون مولودة ما فيش شعر في الحواجب أصلا، وبرضو ممكن في الحوادث، حادثة والمنطقة اللي فيها الشعر دي اتمسحت تماما فما بقاش فيها شعر.
في الحالة دي طبعا بنضطر ان احنا نزرع حواجب. يعني ايه نزرع حواجب زي ما بنزرع الشعر كده يعني؟ ولا دي حاجة ودي حاجة يعني؟ هو ممكن نزرع شعر في الحواجب كشعر لوحده بناخده ونزرع البصيلات بتاعته في اماكن بحيث تعاد وتنمو تاني الشعر وتنمو بتبقى كويسة جدا جدا. وممكن بعض اوقات بناخد يعني شريحة كاملة من فروة الراس من المنطقة اللي هي الخلفية بحيث ان احنا بعرفين برضو احنا بناخد منطقة بنبص على اتجاهات الشعر بتاعها وتكون منطقتين عشان ما يطلعش شكله مش ظريف يعني. بالظبط عشان يبقى برضو متجه للخارج ويتم تفصيلها على شكل الحاجب بالظبط. الحاجب بالظبط وبنفرغ المكان بتاعه فوق العظمة اللي هي اعلى العين ونزرعها وبتقبل من المكان اللي اتزرعت فيه وبيبقى شكلها عادي جدا وما يتلاحظش وبتتعمل بسهوله وما بتاخدش وقت يعني. يعني دي من الحالات اللي نقدر نقول عمليات اليوم الواحد؟ عمليات اليوم بتتعمل والواحد طبعا بتروح بعد ساعتين المريضه بتروح بعد ساعتين كويسه جدا وبتشيل الغيار تاني يوم تقريبا وبتبقى الامور سهله جدا ونتيجتها بتبان على طول. طب لو خفيفه وعايزه تزود سنه ده بيتم برضو؟ ده بيتم عن طريق حضرتك يا اما الميزوسيرابي ان احنا بنحقن المواد الطبيه اللي هي بتساعد على ان البصيلات تنمو اكتر او النظام اللي هو البي ار بي اللي يبقى غزيره او جنب بعض من نفس دم المريض عن طريق احنا بنفصل جزء معين منه في المعمل ونحقنه في الحقن في المنطقه ديت بيبتدي يبقى غزير اكتر ويبقى طبيعي جدا جدا. ويمكن معانا فيديو هنا لو حضرتك تعلقنا عليه برضو دي عمليه زراعه الحواجب يعني كده بتزرع كده بيزرع جزء كامل اللي هو شاله من فروه الراس وحطه هنا وبيتحط وبيتخيط بالورز السهله البسيطه قوي قوي ودي بتبقى كويسه جدا ودي ما بيبانش اي فرق فيها بعد كده خالص يعني هو اتشالت اللي ورا واتحطت هنا امال هو بيحقن ولا ايه ده هو هنا حضرتك بيحط بصيلات مش يعني اللي على اليمين دي اللي في العين الثانيه دي بصيلات مش دي بصيلات دي بصيلات بيحط بصيلات مكان ما فتح بيحط بصيلات انا متهيألي هي دي موجوده يمكن زي الحاله اللي كنا بنتكلم فيها ان دي ضعيفه وهو عايزه في كسره فيها هو هنا بيحط بصيلات يعني مش حاجه من الحاجات المؤلمه متهيألي طبعا بيبقى في تخدير في الكلام ده مش يعني المريض ما بيشعرش ممكن تخدير موضعي وده سهل قوي وممكن بنج كلي تمام وانا شايف في الحاله دي تقريبا هيكون بنج موضعي. طيب هو استكمال لحديثنا في مجلتنا وعددنا النهارده في غرائب العدد تمام جراحون يتمكنون من اعاده تركيب وجه امراه باستخدام 358 من العلق عدا الجراحين الصاق وجه امراه سويديه باستخدام المئات من العلق بعد ان هاجمها كلب وكان هناك جزءا كبيرا من وجهها قد نهشه ومزقه حيوانها الاليف كما كان الجرح شديد فقد امتد من شفتها العليا الى عينيها. واحده الكلب بتاعها نهش في وشها بوظه من هنا لحد عينيها. تمام. واستخدموا ما اعرفش ايه بقى ايه العلق ده؟ مبدئيا ايه العلق؟ استخدام 358 من العلق عشان يعملوا ايه بقى ده؟ ايه العلق ده؟ هو حضرتك حاجه طبيعيه يعني كائن طبيعي طفيلي طبيعي. طبعا هم بيعملوه في مزارع وده طبعا غالي جدا وطبعا مش موجود عندنا فايدته مهمه جدا جدا ان هو بيبتدي ياكل بعض الانسجه بحيث ان يطلع دم الانسجه الميته مثلا لا الانسجه الميته دي بقى عن طريق دوده معينه بيحطوها الاول في الجرح لما يكون فيه التهابات زي القدم السكري مثلا او الجرح يكون ملتهب قوي يبتدي ياكل الانسجه الميته وبعدين يحط العلقه دي علشان هي بتمتص الدم وطبعا الدم اللي بيطلع دوت بيساعد على ان يحصل انسجه جديده تطلع ويحصل ريجنريشن او اعاده تكاثر ليها تاني وده طبعا ودي من الغرائب من الغرائب هو طبعا احنا لما كنا نلاقي ده في بعض المرضى المهملين تلاقي ان
احدى الذبابات اللي هي نوع من معين من الذبابات بيقف عليها والبيضه بتاعتها تطلع، واليرقه اللي بتطلع ديت اللي شكل على شكل دوده، كانت الناس بتتخض تقول وما زلنا بنتخض طبعا ونخاف ان في الجرح بقى فيه دود، الدود ده بياكل الانسجه الميته تبتدي تظهر عندنا الانسجه الجديده. ده لسه هو دلوقتي غريب، بس اكيد من الواضح ان بعد كام سنه كده مش سنة حاجه غريبه. اه وطبعا هتبقى في مزارع للعلق وبرضه بيع للدود دوت، وهتبقى حاجه جديده قوي. هو للاسف مجلتنا خلصت، واحنا بنشكر حضرتك يا دكتور سيد نورتنا النهارده في نهايه حلقتنا. بنشكر الدكتور سيد غزاله استشاري الجراحه والتجميل، نورتنا يا دكتور وكنا سعداء بلقاء حضرتك النهارده. شكرا يا فندم. وبنشكر الساده المشاهدين، ونتمنى ان نكون عددنا من مجلتنا النهارده عجبكم، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده مع عدد جديد من مجلتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.